ظروف إنسانية صعبة ومجاعة وأمراض وأوبئة تلاحق النازحين، هذا ما ينتظر سكان قطاع غزة عموماً بحسب تحذير أطلقه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي دعا لتوفير مساعدات غذائية فورية لتفادي أزمة إنسانية وشيكة. Massive outbreaks of infectious disease and hunger seem inevitable. انتشار الأمراض والأوبئة كارثة جديدة تلوح في أفق قطاع غزة إلى جانب الموت والدمار الذي يخلفه القصف. ما تستناش النجاة، أجاه الأمراض، هي ما تستناش وأجاه الأمراض وأجاه كل شيء. لسه كمان إذا بتستنى لها أسبوعين الشعب على السلام راح، الشعب حيروح. المساعدات الإنسانية التي استطاعت دخول قطاع غزة لا تكفي. أرفف المحال التجارية أصبحت شبه خاوية من البضائع، مع نزوح أكثر من 1,600,000 نسمة، وسط معاناة السكان والنازحين من عدم توفر المواد الغذائية الأساسية مع استمرار الحرب. حال مأساوي جعل من هذه المسنة النازحة تتمنى النوم فوق أنقاض منزلها المدمر، بدلاً من البقاء بمراكز إيواء تفتقر لأبسط مقومات الحياة. دورنا انقصفت، أجاها قذيفة من أول يوم وراحت. أنا بحكي أروع على بيتي بس أنام على التراب، بس أنا أروع على بيتي، ولا هالمعاناة اللي أنا قاعد فيها.